أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك آية الكرسي وسورة الحمد، هذا مستحب شرعا أن يقرأها الإنسان بعد كل صلاة. وأنا أظن أن استحباب هذه السور الآيات والسورة إنما لسبب ما في هذه السور من المعاني الجميلة الرائعة المرتبطة بحياة الإنسان، سواء حياته في الدنيا أو حياته في الآخرة. ونحن اليوم كلمتنا حول الكلمة من هذه الآيات المباركات، وهي التي في آية الكرسي. يقول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: قد تبين الرشد من الغي. ونحن كلمتنا اليوم في الرشد. هنالك طريقان للإنسان: طريق رشد وطريق غي. فكل ما لم يكن رشدا فهو غي، وكل ما لم يكن غيا فهو رشد، لأنهما طريقان لا ثالث لهما حسب ظاهر الآية المباركة. قد تبين الرشد من الغي. الغي معنى الضلالة، الرشد شيء قد يأتي بمعنى الهداية، لكن معنى الرشد هو أعم من الهداية وأجمل وأكثر استيعابا. الرشد قد يكون في إنسان، وقد تكون في أمة، وقد تكون في شعب، وقد تكون في حكومة، وقد تكون في جماعة. وفي قبال ذلك الغي. الرشد شنو معناه؟ الرشد نتمكن أن نلخصه في جملتين: يعرف الإنسان الأسباب والمسببات، ويعرف التمييز بين الصالح والأصلح. هاتان كلمتان يمكن أن نلخص بهما الرشد. والجملة القول أن يفهم الإنسان وأن يعي، لقول أحد الأنبياء في القرآن الحكيم لجماعته: أليس منكم رجل رشيد؟ رشد شنو؟ قد يكون الرشد في الجسم في مقابل الإنسان القزم، إنسان رشيد. قد تكون هذه الجملة وهذه الكلمة في إنسان، الرشد العقلي، الرشد الفكري. قد تكون في أمة أو جماعة أو حكومة. وقد ضافت: يعني الرشد أن يكون الإنسان يفهم الأسباب والمسببات، ويفهم مفاضلة الأشياء بعضها على بعض. هذا شيء قد يوجد في إنسان يترقى تاجرا، عالما، خطيبا، غازلا، مرجعا، حكومة، أميرا، ملكا، رئيسا. قد يكون هذا الرشد يذهب من إنسان ينزل. الحكومة هكذا، والشعب هكذا، والأمة هكذا، والجماعة هكذا. وهو كلمة تسبب الصعود وتسبب النزول. فأعرف الخطيب في كربلاء الله يرحمه برحمته الواسعة قبل 35 سنة، 30 سنة توفي الله يرحمه، اسمه السيد عبد الحسين القائدي. خطيب ممتاز كان، ومن النوع الفاهم كان. لأن وقع كل إنسان أقول فيه النوع فاهم ونوع لا يفهم، حتى إذا له منصب كبير يمكن أن يكون وزير ولا يفهم، وإنما الظروف جعلته وزيرا. ويمكن أن يكون ملك ولا يفهم، وإنما الظروف جعلته ملكا. ويمكن أن يكون كالناس بلدية ويفهم. هذا الخطيب كان من النوع اللي يفهم،
قادر اليوم جالس في السوق، أنا سمعت القصة ما خلصت القصة. سوق الحسين عليه الصلاة والسلام الذي شاهد كربلاء فيها سقف جمالية، سوق بين الحسين والعباس. هذا كان جالس في السوق مع صديق له، كان الكلام في أن الناس لا يفهمون. صلاح الحسين يقول الناس لا يفهمون، لا صديقي يقول الناس لا يفهمون. صلاح الحسين قال الآن أبين لك أن الناس لا يفهمون، ليس عندهم رشد، وإنما نبحث هذا البحث حتى نوفر في أنفسنا رشدا، لأني أعتقد أننا سقطنا كمجموعة مسلمين أو كحكومة حكومة أو كروحانيين أو كفئة فئة، لأننا فقدنا الرشد. فوصل عبد الحسين يقول الناس لا يفهمون وليس عندهم رشد، صديقه يقول لا ليس هذا الشيء، الناس يفهمون وعندهم رشد. فعبد الحسين قال له الآن أنا أبين لك بمثال عملي الناس لا يفهمون ما عندهم رشد. قال لا بين. قال اطلع وياي بالسوق. سوق الحسين الذين رأوها ورأوه لأن السوق يجوز فيه الوجهان تذكر وتأمين، عنده سقف هكذا جمالية، وهذا السقف الجمالية غلما في طبيعة الحال حتى في النهار، يعني ما فيها ضياء بالمقدار الكافي. سعد الحسين طلع مع صديقه وقال له أنت لا تتكلم بشيء. وهذا الوقت صباحا في وقت الساعة 8 تقريبا، يعني شمس طالعة ونور أكو كل شيء، بس السقف مو بالمقدار الكافي أكو فيه نور. قال الحسين قال لصديقه انظر وسط السوق الناس يروحون يجون السوق مزدحم فيه، قال انظر أكو ترك حي هنا لونها هشيم، حي ما أكو أراه الحية. هذا قال هاشم هذا يقول هذا رأسها ليلها. فرد واحد ثالث يجي شاف هذول اثنين، هذا خطيب معروف عبد الحسين القائمي الله يرحمه، واقف ويوري لصديق شيئا، وذاك الانسان يقول لا ما شفت ما شفت. الثالث اجي ما اخذ يباوع، الرابع اجي ما اخذ ينظر، والخامس اجي اخذ ينظر حتى صار فرد نم بالسوق، واحدهم يوري الحيه للاخر. سيد عبد الحسين وصديقه ذهب وراح على شغله، كانه صديق ملازم له او ما اشبه او استلزمه معه. غريب الظهر اجا وساعه تقريبا 12 الا نصف، شافوا لمه ويري بعضهم الى البعض الحيه، قضيه خياليه، وهذا يقول شفتها وهذا يقول ما شفتها، وهاي يقول مترين وهاي يقول ثلاث امتار، وهاي يقول مناقشه وهاي يقول مو مناقشه. فشفت المصير قصة خيالية اخترعناها أنا وأنت، وشوف ازدحام الناس وهؤلاء العابرون، قسم منهم كسبة، قسم منهم موظفين، قسم منهم طلاب مدارس، قسم منهم جامعيين، ومن الساعة 8 إلى قريب الظهر يري بعضهم إلى البعض الحية الموجودة في السنة. تستحق أن الحية موجودة ترى؟ هل تستحق الحية في سقف أن هكذا ناس يعطلون أشغالهم ويري بعضهم بعضا الحية؟ هذا دليل عدم الرشد، يعني المجموعة لا يفهمون. إحصائيات شنو معناها؟ إحصائيات معناها يسألون من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، ويأخذون حاصل الإحصائيات ويشوفون أن هذا الشعب يريد السلامة أو الحرب، يريد صداقة الشرق أو الغرب، يريد هذا الشيء أو لا يريد هذا الشيء، مجموعة. ودائما الأحكام تكون على المجموعات. هذا قلت كمثال بسيط ضربناه لأننا لا نفهم، وأننا لسنا أمة رشيدة، وأن عدم رشدنا هو سبب سقوطنا، وأننا إذا أردنا أن نصعد مرة ثانية نحتاج إلى رشد، رشد الأمة، الفرد، الحكومة، الجماعة. وذكرنا أن الرشد نلخصه في كلمتين،
كلمة بمعنى أن يعرف الإنسان الأسباب والمسببات، وكلمة بمعنى أن الإنسان يتمكن أن يفضل شيئاً على شيء. هذا حاصل معنى الرشد. الآن ونحن مبتلى بقصة اليهود، أنا أنقل لكم أشياء رأيتها أنا في العراق، وحتى نعرف أننا لماذا سقطنا، مو أمام اليهود فقط لماذا سقطنا، أننا في العالم لماذا سقطنا. وهذه التي أنقلها لكم مشاهداتي من سنة 48 وقبل 48 وإلى اليوم، وأنه كيف فقدنا الرشد وأنه كيف نرجع إلى الرشد. في هذه القصة نقول المثال ونقيس على القصة أمثلة. أنا أذكر في العراق قبل 48 كان عندنا سوق في بغداد يسمى سوق الشورجة، هذه بيع تجار اليهود الكبار، وفي الحقيقة أثرى أثرياء تجار كانت اليهود في بغداد. أنا القانون العراقي ذلك اليوم كان يقول الميزان المواطن لا المسلم ولا اليهودي ولا المسيح، وإنما ميزان التساوي أمام القانون الإنسان المواطن. فاليهودي لك أيها المسلم أحد، ومن جاء من مصر أو إيران أو سعودية ليس لك أخ، ولو كان أخاك من أبيك وأمك، ولو كان أخاك في الدين. ذات القانون العراقي ذلك اليوم قبل 48، وهذا ضد قانون الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة، وإنما اليهودي والمسلم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، نفس القرآن. يعني كان هدماً لقانون من قوانين الله، وقانون مصرح به في القرآن كتاب المسلمين الأول والأخير. اليهود اتخذوا من هذا القانون أفضل ذريعة لتغلغل في كل العراق، وإذا كنت تقول له هذا يهودي هذا مواطن، لأن المعيار المواطنية ليس المعيار الإسلام والإيمان. فالكويتي أجنبي والسعودي أجنبي والإيراني أجنبي والمصري أجنبي ولو كان من أكبر العلماء والكتاب، بينما اليهودي أخ والمسيحي أخ والملحد أخ. هذا القانون غير الرشيد في مقابل قانون الله الرشيد سبب ماذا؟ سبب أن اليهود تغلغلوا في كل أنحاء العراق، السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والتجارية والزراعية وإلى أعلى مستويات الحكم في ذلك اليوم، وهو مستوى الملك. اليهود قالوا لأنهم إخوة، ولا حق لك أن تقول إنه يهودي لأنه يقول لك إنه أخوك المواطن. لا بأس، هذا القانون الأول غير الرشيد الذي هيأ إسرائيل وفلسطين. نحن نرجع إلى أنه نرى جذور غير الرشد في الأمة، وأنها كيف سببت وجود إسرائيل، وأن وجود إسرائيل إلى اليوم كيف أنها ترتكز على قوانين غير رشيدة وعلى أمة غير رشيدة. هؤلاء كانوا في العراق تاجراً سياسياً اقتصادياً محامياً حاكماً قاضياً ضابطاً كل شيء، لأنهم مواطن. كنا على الشيء الثاني. الشيء الثاني أنا أذكر في سنة 48 لما صارت قصة فلسطين وقصة إسرائيل، الحكومة العراقية الجاهلة، وفي الحقيقة هؤلاء الذين ينصرفون عن أحكام الله سبحانه وتعالى يغوصون في أوحال الجهل والرذيلة والغي
كما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم: أعلن أن أموال اليهود في العراق هدر. بينما هذا أيضا كان مخالفا لقانون ثان من قوانين القرآن. قانون القرآن يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هؤلاء في نظر الحكومة ذلك اليوم كانوا إخوة، وفي نظر الإسلام كانوا معاهدين. فقالت الحكومة كلمتها المشؤومة، وهي أن أموال هؤلاء أحدر. ذول كانوا أقل تقدير 300,000 إنسان، بين تاجر وبين قاصد وبين دكتور وبين طبيب وبين مهندس وبين محام. وفي الحقيقة كانوا من أرقى الطبقات، والحق يجب أن يقال، لأن اليهود بطبيعتهم هذا يعرفون أنهم مضطهدون، يعملون في كل شيء بإخلاص. فتاجرهم أحسن تاجر. حتى أنا أذكر في الطبيب عين كان لهم اسمه روبجيك في بغداد، هذا كل الناس كانوا يمدحونه، حتى أهل العلم، لأنهم هؤلاء طبيعتهم أن يعملوا بإخلاص، بإخلاص لهم لا للمجتمع، لكن هو يثبت تفكيرهم. هؤلاء كم لهم من أموال، وفي بين عشية وضحاها أموالهم أكثر. هذا ضد قانون ثان للإسلام، وجهل أيضا، يعني غي. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا أهدرت أموالهم يأتي ذات يوم يهدرون أموالنا، مش واضح، لأنهم هؤلاء لا يبقون إلى الأبد لا شيء، ونحن لا نبقى إلى الأبد شيئا. أهدروا أموالهم، فبيوتهم جمدت، البيوت المجمدة، وأموالهم أهدرت. وليس حق ليهودي إلا أن يأخذ فقط حقائب وينتبه إلى فلسطين فقط. وأنا أذكر في كربلاء أحد جيراننا في سنة 48 اشترى ماكينة خياطة من الأموال المسلوبة، لأن الناس وقعوا في الأسواق والبيوت ينفقون أموالهم، لا نهضم عليهم بجد. الحكومة الجاهلة اشترى أحد جيراننا في كربلاء ماكينة خياطة قيمتها ذاك اليوم 5 دنانير، اشتراها بربع دينار. أنا أذكر الآن، ولذا اشتهر في العراق كانوا يقولون مال اليهود، مال اليهود، ثلاجة مال اليهود 100 دينار قيمته، وكانوا يبيعوه بالهراج 4 دنانير. ما كان قيمته 5 دنانير، كانوا يبيعوه ربع دينار، وبالفعل اشتراها هذا أحد جيراننا ربع دينار. أنا أذكر هذا. وعلى هذا المعدل نهبوا أموالهم على خلاف الإسلام والقرآن، لكن أمة بغير الرشد. ولا يحق ليهودي يريد السفر من العراق إلا أن يأخذ معه جنطة أو جنطتين من الأموال الضرورية. القانون الثالث إنه مربوط وعدم الرشد والجهل، والتي سببت إسرائيل الكبرى الموجودة الآن، والتي تكفهم إلى أن يرجعوا إلى الإسلام. القانون الثالث أن كل يهود العراق يجب أن يخرجوا إلى فلسطين، وهذا قانون من أخطر ما يكون وأخطأ ما يكون. لماذا؟ لأن اليهود قبل سنة 48 في فلسطين كلهم 56,000 يهود كلهم، فأن تتزوده بجيش من الخبرات والانتقام والحقد. لكن الناس إذا كانوا على الحكم نتيجة هذه النتيجة، فكل هؤلاء يسفرون إلى المطار، والطائرات تحملهم زرافات زرافات إلى إسرائيل. وهذا قانون أيضا خلاف الإسلام وخلاف القرآن، لأن في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. إخراج إنسان عن داره وهو ليس مشاركا في حرب أو ما أشبه حرام في الشريعة الإسلامية، حتى إذا كان يهوديا، حتى إذا كان مسيحيا، حتى إذا كان ملحدا، نفس قوانين الإسلام هدر.
وهؤلاء كانوا يذهبون إلى المطار، وحتى الحقائب والجنب ما خلوا في المطار يشيلوها. وأنا أذكر ذاك الوقت رحنا إلى كاظمية مناسبة، شلت من عشرات القلوب من الجنب موجودة في ساحة من ساحات المطار، وكانوا يقولون هذن الجنب مال اليهود، لأن منعوا حتى يشيلون، لأن أول سمحوا لهم لأن يشيلوا وياهم جنب زوالي فلوس ما أدري كذا، بعدين الجنب أيضا كلها جمدت المطار. هذا القانون الثالث الذي قدم من قوانين الإسلام، قانون أخوة اليهود، قانون نحو أموالهم، قانون إخراجهم من البلاد وإلحاقهم بمكان هم في حالة حرب مع المسلمين. يعني أنت زودت إسرائيل بجيش من الخبراء، بجيش من الضباط، بجيش من التجار، بجيش من المثقفين، بجيش من الدكاترة، للرشد مضبط. شو تفسر القوانين بعد؟ تفضل. هذا القانون الرابع، فإذا فلسطين كان فيها 56,000، 100,000 من العراق راحوا، وكل البلاد هكذا صنعوا مع اليهود، كل البلاد العربية، أنا أغلب البلاد العربية، مصر نفس الشيء، سوريا نفس الشيء، تزودوهم بالجيش، تزودوهم بالفكر، تزودوهم بالخبرات، لكن الشاعر يقول ضال حمار ثم بالت أحمر، حمار ضال، الأحمر الأخرى هم ضالوا. ختما بالإسلام وقوانين الإسلام وعدم معرفة سوء العاقبة. لماذا قلنا الرشد معناه أن الإنسان يعرف السبب والمسبب؟ فأنه في فعلاء طلعوهم وراحوا في فلسطين يقدون. هذا القانون الثالث الذي أجراه الحكومة العراقية في ذلك اليوم، الحكومة الملكيين. كنا قلنا لعلهم فهموا، وإذا قبل سنوات وكلكم سمعتم في موضوع رابع تبين بعد 30 سنة الغي وعدم الرشد موجود، نداء من إنسان لا يفهم من هؤلاء على أن أي يهودي طلعناه من البلاد وأراد أن يرجع إلى بلاده فليرجع. شنو هذا معنى؟ تعالوا فسروا هذا اللي كلكم سمعتموه في الإذاعات وفي السفر. هذا معنى أولا تخطئ عملكم مال قبل 30 سنة، تخطئ أولا. ثانيا، هل هؤلاء يرجعون إلى بلادكم وقد رأوا منكم كل جور ومنكر؟ على فرض يرجعون إلى بلادكم، من يرجع 10, 20, 50 من الجواسيس مالهم؟ فبقينا بعد 30 سنة ونحن لا نفهم حتى بمقدار الطفل. شو معنى هذا القانون الذي هذا قاله وهذا قاله وهذا قاله وهذا قاله وهذا قاله؟ شو معنى هذا القانون؟ تعالوا فسروا. 30 سنة من التجارب، والحمد لله رب العالمين، عندنا دكاترة وعندنا مثقفين وعندنا وزارات خارجيات وعندنا 1000 شيء وشيء، لكن بمقدار طفل من الإسلام، لأننا تركنا الإسلام بمقدار طفل لا نفهم. أنا أذكر في أيام اللي كانوا يخرجوهم من العراق، كانوا اليهود يقولون، وذاك الوقت اسمعوا، كانوا يقولون إننا الآن نذهب لكن لا يعرف هؤلاء ماذا نصنع بهم، وبالفعل ما عرفوا ماذا يصنعون بهم. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة له يقول جدا جميل، يقول عقول الأطفال وحلوم ربات الرجال. وبعد 30 سنة احنا بقينا على عدم الفهم السابق، لا نفهم كاننا طفل ولا نفهم بمقدار الطفل. ارجعوا الى بلادكم ايها اليهود، استعدون يرجعوا الى بلادكم. وفرضا اذا رجع كم واحد منهم يرجع؟ 100 واحد، كلهم جواسيس يرجع. بالفعل هذا ما استجاب ابدا احد منهم، وانما كتبوا ضدهم مقالات مفصله استهزاء بنا، وقرأوا في إذاعاتهم وفي صحف العالمين الشريف هل نرجع إلى بلادكم حتى تفعلوا معنا ما فعلتم قبلا؟ استهزأوا بنا، وكانوا يستحقون الاستهزاء لأن الله استهزأ بهم، الله استهزأ بهم. هذا القانون الرابع، شوفوا أمة عدم غير رشيدة وأنهم لا يفهمون. نحن لا نقول الآن مثالا لليهود
بقلب نحن الذي عندنا رشد أو عندنا غي وعندنا فهم أو ليس عندنا فهم. ومن الجدير أن نشقد هذا المبحث مبحثا لعله يتساءل إنسان منكم أو من غيركم أنه إذن فما هو العلاج؟ ومعنى هذا الشيء ما هو العلاج؟ العلاج في الحقيقة علاج اليهود، ولو أنه خارج عن مبحثنا اليوم، لأن مبحثنا في الرشد وذكرناه كمثال لأمة سقطت عن الرشد لأنها تركت أحكام الله تعالى. وقلنا القوانين التي كانت تقول الله سبحانه وتعالى في القرآن، القانون الأول والثاني والثالث والرابع والتي هدمت. الواقع علاج واحد لليهود، وإن شاء الله أنتم الآن أعماركم 30 20 كذا أكثر أقل سنوات، وتبقون حيا 30 سنة بعد 40 سنة 50 سنة، وبعد ذلك بعد 50 سنة تعرفون إذا كنتم أحياء، وبعد 30 سنة رأيتم أنه كل علاج ما كل هؤلاء إلا علاج واحد. العلاج الواحد اللي الله ذكره في القرآن الحكيم أيضا، لكنه في وقت المسلمون يصلون إلى رشد ويخرجون عن حالة الطفولة، الله العظيم. العلاج الواحد أن الله سبحانه وتعالى قسم الأحكام إلى اثنين، قسم مربوط بالله وهذا يسمى بالتشريع، هذا لا يزيد ولا ينقص. الخمر حرام منذ زمن رسول الله إلى قيام الساعة، وصلاة الصبح ركعتان من زمن رسول الله إلى قيام الساعة، وصلة الرحم واجبة أو مستحبة من زمن رسول الله إلى قيام الساعة، والنوم بين الطلوعين مكروه من زمن رسول الله إلى قيام الساعة. هذا قسم من الأحكام، ولا آخر الأحكام الذي تعلمون أحكام الشكيات والسهويات والحال والمحرمات والواجبات. قسم من الأحكام يسمى بالتطبيقات. التطبيقات الله سبحانه وتعالى جعله بيد الإنسان وقال في شأنه وأمرهم شورى بينهم، يعني أن الله تعالى أجاز لي أن أزوج ولد، أزوجه من هذه الفتاة ومن هذه الفتاة، أسكنه في هذه المنطقة أو في تلك المنطقة. هذا شيء الله تعالى جعل أمامي الشورى. أما ما يقوله الإمام أمير المؤمنين في خطبة نهج البلاغة يا لله وللشورى، الإمام يضرب الشورى في قبال النفس، لأن الإمام يقول النفس عندي وأنتم تجعلون شورى في قبال النفس. في التشريع ما في شورى، يعني أنه هم نسوي شورى هل أن محمد رسول الله أو أنا أبا جهل رسول الله، هذا ما يوجد شورى غلط، أو أنه هل نترك صلاة الصبح بعد هذا أو لا نترك، هذا غلط، هذا مو فيه شورى. أما أنه نستشير هل نصادق الشرق أو الغرب، هل نشتري السلاح من الجنوب أو الشمال، هل أنه أزوج ابني أو بنتي من زيد أو من هند مثلا، هل أنه أبني بيتا في الكويت أو في السعودية مثلا، هذا فيه شورى. وأمرهم شورى بينهم، وآيات في القرآن الحكيم آيتان، الله تعالى يمدح الشورى ويجعل الشورى أساسا للتنفيذ. نحن علاجنا مع اليهود، وقلت إن شاء الله تكون 50 سنة 40 سنة 30 سنة تشوفون مختلف الأطوار حتى تعرفوا أن هذه الكلمة قبل 30 سنة أو 50 سنة كانت صادقة. نحن يجب أن تكون بلادنا كلها شورى. شورى يعني شنو؟ يعني الرئيس بالشورى، الوزير بالشورى، النائب بالشورى، السفير بالشورى، كلهم بالشورى. شنو فائدة الشورى؟ فائدة الشورى بتعطي كفاءات، مو محسوبيات ومنسوبيات. إيمان قال ماذا بتقدم؟ تقدما دنيويا نقصد، مو تقدما أخرويا، ولا تقدما إسلاميا نقصد، لأنه إذا كان أمريكا مسلمة على وضعها كان تقدمها ألف مرة أكثر منه، لأنه تأتي إلى مرافق الدولة الأقصى وضع. نمثل لكم كمثال بسيط، صلاة الجماعة شوف مسجدان أحدهما عند الآخر، أحدهما مزدحم والآخر غير مزدحم. لماذا هذا مزدحم هذا مزدحم؟ لأن هذا الإنسان الذي مزدحم مسجده له كفاءاته، كفاءاته قدمه، هناك كفاءات معظمها، لأن الكفاءات معناه أن الأمر إذا كان بيد الناس يقدمون الكفاءات. خطيبان
وكلاهما ليس صديقا لإنسان ولا قريبا له، يريدان بلدا أحدهم يزدحم تحت منبره والآخر لا يزدحم. مؤلفان لمؤلفين وكلاهما ليس صديقا لك ولا لي ولا لأي بلد، أحدهما مزدحم عليه والآخر منه. دقالان أحدهما عنده فواكه كثيرة والآخر عنده فواكه كثيرة، هذا مزدحم عليه وهذا ليس مزدحم عليه. إحنا إذا أردنا القضاء على يهود ومن أكبر من اليهود ومن أصغر من اليهود نحتاج إلى الرشد. الرشد يكون بالكفاءات، الكفاءات تكون بالشورى. هذا الطريق الذي الله قرره لا يزيد شيئا ولا ينقص شعرا، وما اجتماعات ومؤتمرات واشتراء سلاح وما أشبه من الخبصات الذي يخبصونه كله أمام دخول إسرائيل في أربعة أشبار الجنوب تأتي تحت السيطرة. هم كفاء، هم كفاء، هم كفاء. جيب إنسان مو مدرس ما يفهم، خليه في المدرسة وسوي فرد هذا من التقديس والاحترام، وسوي فرد هذا من الدعاية. ما يعرف يدرس عنه، ما يعرف يدرس، جيب مدرس. الحقيقة نحن بكل طبقاتنا نحتاج إلى كفاءات. كان عندي في الصديق كتاب لا وقف على الموضوع حسن لعلهم، هذا كان في كتاب لا مبتلى بوجع البطن، وجعه وجعا شديدا، وجع البطن وجعه هذا في الحقيقة شيء صعب. راح إلى دكاترة كربلاء، راح إلى دكاترة بغداد وطفر الدونية أدوية، كان هذا يبطل مقول ذا ويصيد أدوية جديدة، وذاك يبطل مقول هذا ويصيد أدوية جديدة، وكان يلتوي من الوجع ليل نهار، كان هو متأذي من الوجع ذا. هالدكتورة 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 بالعراق ما شاء الله الدكاترة عدد الرقل والحصى والترابي على قول ذات الشاعر. ثم قالوا في المغني يقول ثم قالوا تحبها قلت ظهرا عدد الرمل والحصى والترابي. بعد ذلك أنا اتصل على قبل 25 سنة. بعد ذلك قال له إنسان تعرف على لندن، قال أنا ولندن كيف؟ إيش سوي بعد مجبور؟ أنا قلت راح إلى إيران، هو أقول راح إلى إيران ما حصل كم فيلم، فراح إلى لندن وبعدين إجي إلى كربلاء. لا أطول القصة، أنا سألت من شلون؟ قال وقلت في لندن رحت عند بروفيسور فلان بحثني مع صديق شاف الإخبارات كلها كلها باطل، وإنما أنت في معدتك أكو فرد ديدان صغار على جدار المعدة، هذه الديدان هي التي تؤذي، وكل هذه الأمور مربوطة بهذه الديدان، وأنا أعطيك دواء لا تشرب أي دواء ولا تستعمل أي دواء إلا هذا الدواء الذي أنا أعطيه، استعمله في وصول وتعال عندي ونزل في فندق. يقول لك أنا فرد شيشة فرد تنينها الكبرى فيها ما أدري 100 حبة صغيرة كلش كل حبة بمقدار نصف حنفة، قال صبح حنفة واحدة ظهر واحد ومغرب واحد. يقول في اليوم الثالث على الصبح في الأسبوع رح أجمد الصبح قال خلاص هذا هو، وهذا الشيشة خلي عنده اللي تستعمل بعد ما تحتاجه، إذا أصبت مرة ثانية استعمله. اتفاقا هذا الإنسان هذا القصة قلت باقي 25 سنة، أنا شفت قبل 10 سنوات في كربلاء أيضا سألته قال أبدا ما عاد عليه. الكلام في أنه أحكام الله سبحانه وتعالى والرشد الفكري لا ينقص شعره ولا يزيد شعره، أما حال من الدعاية وخط رواح شجير وألف شهر مو مربوط، إذا يقول لي الدواء هذا صديقنا المو مربوط أبدا. إذا ما زاد ضررا ما نفع. الله يرحم شيخ أبو زهر الكاظمي، كان عنده فرش بيت مالي له أو لغيره، في كل يوم لنا في الأرض واعية تطبق الدور والأرجاء والسكفة، كل يوم عندي خبصة ونتيجة شنو هيك. أبو فرد بيت فارسي جميل يقول على أنه لبفة كأي سنبلة بيج بيج سيغما شاور بيضف بيج، يعني شعر مطفته شعر هذا الشكل يسويه زلت وهي فيه يسويه وغير فيه 4 ساعات على الراية
وجاب هذا ارتحر فارة وجاب الناس الغنائم. ترى واحد من هذول كان لابس ملابس جميلة وكذا وسنبلة يعني شعره هو شكله مفصل هيك وشيء. قال شنو جبت من هذا الغنيمة بس؟ كل هذا وهالسبيل وهالهذا من وين؟ بقولك كأي سنبلة بيج بيج زي يغمو شيء أبردي يغمو يعني غارة وبي ولا قصة سنبلة بيج بيج يا خنيا وخبص وكذا وشنو هالربطات اللي تقول تسمعون وكذا. والأخير عن شنو؟ أخيراً نحن في الحقيقة يجب أن نكون فردياً رشيداً على مستوى أم رشيد، على مستوى شعب رشيد، على مستوى حكومات رشيد. وإلا مو اليهود أقل من اليهود أكثر من اليهود كله نفس الوضع، وإنما تتغير الكلمات والمفاهيم والكراسي والأشخاص وما أشبه. اليوم شفت الجريدة في السياسة تسوي كاريكاتور من أجمل الكاريكاتورات. هذه من الكفايات اليوم اليوم كانت مسيادة كبيرة كان يخلي مسيادة وكاتب على المسيادة علامة تنير UAC ومخلي فرد جرادة وقت ورد فرد جرادية وقت ورد يعني شنو يعني موش دليان جرادي باللغة الفارسية موش ونصور فرد موش مش دليان ونصور فرد بزومة كبيرة راس واضعة بالمصياد وهذا الموش يضحك عليه بزومة كبيرة هذا هو بسياسة بزومة راس مصياد مال منه والموش لكن الغربيين جعلوا المصياد لمن بالبردة يعني منه يعني معروفة يعني القطر ما معلق كانت حقيقة هذا مثال واقع لأن أمة أعرضت عن الله وعن أحكامه وعن الرشد هذا مصير وأسوأ من هذا المصير زاد شوي. نحن بحاجة إلى أن نكون رشيدين في الفكر رشدا فكريا رشدا عقليا. إذا أنت رشيد وأنت فرد تصح، إذا أنت رشيد وأنت أمة تصعد، وإذا أنت رشيد وأنت حكومة تصعد، وإذا أنت رشيد وأنت شعب تصعد، وإذا أنت ما عندك حتى فرد تنزل، حكومة تنزل، حكومات تنزل، شعوب تنزل. قد تبين الرشد من الغي. وفي كلام ذاك النبي أليس منكم رجل رشيد؟ في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما أمر فرعون برشيد. آية الرشد في القرآن هو يأتي ما أمر فرعون برشيد عنده حكومة وعنده شخصية وعنده هل شيء لكن إذا عرفت موسى على الحق اتبعه. لا ما أتبع هذا هو الطريق. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نحن بحاجة إلى إسكاد الرشد في أنفسنا على مستوى أمة أو على مستوى فرد أو على مستوى جماعة أو على أي مستوى. وقد أن الرشد إذا أردنا في قبال إسرائيل الرشد القرآني. رسال الله التوفيق لنا وفضله ويرضى.